في آية كريمة ماذا يقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هل هذه الآية تشمل الأنبياء؟ نعم تشمل، نعم تشمل الأنبياء. نعم نعم. في مختلف الشيعة جزء الثالث صفحة 22، وفي صحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رقد فغلبته عينيه فلم يستيقظ حتى آذاه حر الشمس، ثم استيقظ فركع ركعتين ثم صلى الصبح، وقال يا بلال ما لك؟ فقال بلال أرقدني الذي أرقدك يا رسول الله. قال وكر المقام وقال نمتم بوادي الشيطان، هنا النبي أغره الشيطان يا شيخنا. وفي وسائل الشيعة جزء الرابع صفحة 253 في باب جواز التطوع بالنافل أداء وقضاء لمن عليه فريضة واستحباب الابتداء بالفريضة، محمد بن حسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن نصر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رقد فغلبته عليه فلم يستيقظ حتى حر الشمس، ثم استيقظ فعاد ناديا ساعة وركع ركعتين ثم صلى الصبح، وقال يا بلال ما لك؟ فقال بلال أرقدني الذي أرقدك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وكر المقام وقال نمتم بوادي الشيطان، هنا الشيطان أغر النبي يا شيخنا. ماذا ردك في وسائل الشيعة ومختلف الشيعة؟ الجواب بسيط، أن هذه الروايات غير معتبرة. لا صحيحة صحيحة يا شيخ، صحيحة صحيحة, صحيحة. نعم. ولكنها غير معتبرة. محمد بن حسن في إسناد عن الحسين بن سعيد يا شيخ. نعم روايات غير معتبرة. لا صحيح يا شيخ والله، في مختلف الشيعة يقولوا في صحيح عن عبد الله بن سنان. نعم صحيحة سندا لكنها صحيحة سندا. زين يا مصطفى نعم تفضل، أنت تريد الجواب أم تريد الجدال؟ تفضل أعطيني الجواب. زين هذه الروايات غير معتبرة وإن كانت صحيحة سندا مثلا لكنها متنا غير صحيحة. نحن عقيدتنا أن الأنبياء والأوصياء أهل البيت عليهم السلام لا يتمكن منهم الشيطان، حتى أنهم مثلا يناموا عن صلاتهم أو يسهوا في صلاتهم أو نحو ذلك. هذه المسألة خالفة لعقيدة الشيعة. هل أنت عالم لا يا شيخ اصبر لي يا شيخ، هل يا شيخ لماذا غير المعتبر؟ هل أنت علم من عالمك؟ أنا لست أعلم بعالمي، أنا أعرف عقيدة الشيعة. إذا كان عالم من على فرض على فرض على سبيل المثال يا مصطفى زين أنا أقول لك شكرا لك يا مصطفى، أنت جاي أولا لا تقرأ بشكل صحيح، لا الآية القرآنية قرأتها بشكل صحيح، لا الحديث قرأته بشكل صحيح تلحن فيه، ما علينا هذا نمشي لك إياه. ثانيا أنت جاي تسألنا عن ما هي عقيدتكم، مفترض أن تقول عقيدتكم أيها الشيعة في أهل البيت في الأنبياء، هل أنهم يقع عليهم أو يقع منهم السهو والنسيان ونحو ذلك؟ عقيدة الشيعة كلا. أنت أولا لابد أن تعرف ما هي مباني الشيعة حينما تقول أنه هذه حديث صحيح كما قرأت الآن من كتاب مختلف الشيعة وهو يقول وفي الصحيح. طيب هذا صحيح صحيحة سندا، لكن هل متنها مقبول؟ المتن فيه نكارة، فإذا تخالف أو تصادم معتقد الشيعة في أنهم أن الأنبياء أو النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم لا يقع منه هذا الذي يقع من سائر الناس، بحيث أنه يسهو في صلاته أو أنه ينام عن صلاته بحيث أنه يصليها خارج الوقت قضاء. إذا قلنا بذلك فيعني أننا نسلم بأنه ماذا؟ أن الشيطان له سلطان على أولياء الله، على عباد الله تبارك وتعالى كالأنبياء المخلصين. فإذن هذه الروايات ومثيلاتها غير معتبرة، غير معتبرة لأنها هنالك روايات أخرى أيضا تخالف هذا الأمر. والأمر الثالث عندنا أن هذه الروايات هي
مشابهة لما عندكم يا أبناء عائشة. والرشد كما ورد عن الأئمة عليهم السلام أن الرشد في خلافهم، أي في خلافكم، في خلاف العام. هذه من شبيهة بروايات عائشة التي تدعي أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله قد ساهم مثلا في صلاته أو نسى بعض الآيات ونحو ذلك، فحتى أنه واحد من آحاد الناس ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله بآيات، فقال رحمك الله شيء من هذا القبيل، لقد ذكرتني بآيات قد أنسيتها أو نسيتها. فإذا أنت لابد أن تفهم أولا ما هو مبنى الشيعة في قبول الأحاديث قبل أن تأتي وتتفذلك علينا، والأمر الآخر لابد أن تعرف عقيدة الشيعة في عصمة الأنبياء عليهم السلام. هل يقع منهم النسيان السهو؟ لا يقع من ذلك. الآحاد الناس هؤلاء نعم، أما الأنبياء والأوصياء عليهم السلام لا يقع منهم ذلك. والمسألة هو ليس في مسألة وجود رواية أو عدم وجودها، المسألة هو هل الشيعة يعتقدون بهذه الروايات؟ لا نعتقد. الآن يعني عقيدة الشيعة الآن هو أنه لا يقع منهم السهو، الأنبياء لا يقع منهم السهو والنسيان ونحو ذلك، عقيدتهم أن معصومون من كل هذه الأمور. فليس هو في وجود روايات تأتي لكتاب مثلا كتاب وسائل الشيعة أو حتى كتاب الكافي. طيب هل كل الروايات التي في هذه الكتب هي صحيحة يعني خلاص مقبولة؟ ليس عندنا كتابا صحيح من الجلدة إلى الجلدة، لابد أن تتفقه وتتدبر. أنت الذي يقع عليك هذا الإشكال، لأنك أنت تقول أن كتاب صحيح البخاري صحيح من الجلدة إلى الجلدة. طيب ماذا تقول في هذه الروايات التي فيها أن النبي صلى الله عليه وآله قد نسى سهى أو نحو ذلك مما ينقض عصمته ومما يخالف الآية القرآنية التي أنت جئت بها؟ إذا قلنا أن النبي يسهو، طيب السهو هو من الشيطان، السهو في أصله من الشيطان، يأتي يوسوس للإنسان حتى يسهو عن صلاته عن صيامه عن عباداته بشكل عام. فأنت الذي عليك أن تجيب، ماذا تقول في مثل هذه الروايات؟ تقول أن النبي يقع منه هذه الأمور؟ إذن بطل الغرض من بعثة النبي صلى الله عليه وآله ورسالته. أنا لا يقع علي شيء بحمد الله تعالى، لأنني أنزه النبي والأنبياء جميعا من هذه الأمور. قل أنهم معصومون عصمة مطلقة، لا يقع منهم هذه الأمور. فافهم وتدبر.